على طول بعد إعلان قائمة المنتخب المغربي الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس، خرج نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز على طول بتصريح مؤثر جدا بعد غيابه عن القائمة بسبب الإدارة المتعجرفة، إدارة نادي الأسباني ريال مدريد. قبل ما ندخل في التفاصيل، كل اللي عاوزه إن شاء الله الحلقة دي توصل أكبر عدد من الناس علشان بيكم وبدعمكم ان شاء الله نستمر. ابراهيم دياز قال عبر تصريحاته لصحيفة ماركا الاسبانية بعد اعلان قائمة المنتخب المغربي مباشرة انه محبط جدا من ادارة نادي ريال مدريد انها ما وافقتش على انضمامه لقائمة المنتخب المغربي الاولمبي. ابراهيم دياز ايضا قال ان شرف لاي لاعب مغربي انه يشارك في الاولمبيات مع اسود الاطلس. ايضا ابراهيم دياز اتمنى كل التوفيق للاعبي المنتخب المغربي الاولمبي، وتوقع ابراهيم دياز ان مجموعه اللاعبين دول هيقدروا يحققوا ميداليه اولمبيه للكره المغربيه ان شاء الله. ايضا اختتم ابراهيم دياز تصريحاته واكد ان بعض الانديه الاوروبيه بتتعامل بعجرفه وبتتعامل بعنطزه مع المنتخبات الافريقيه عكس ما بيتعاملوا مع المنتخبات الاوروبيه.